الدورة 74 التي نحن فيها الآن، لو أردنا أن نصف حالة العالم بشكل عام، وخطاب الأمين العام هو عبارة عن خطاب عن حالة العالم، كيف يمكن باختصار أن نصف وضع العالم اليوم في عام 2019؟ شكرا جزيلا على استضافتي، أنا سعيد دائما أن أكون معكم. الأمين العام للأمم المتحدة سعيد بجانب التغير المناخي في هذه الجمعية العامة، كان هناك تركيز على التغير المناخي وجلب انتباه العالم بأن يركز على كيفية التعامل مع التغير المناخي وجلب الحكومات والمجتمعات المدنية والقطاع الخاص وكذلك المجموعات الشبابية. سمعنا صيحات الشباب وهذا بطبيعة الحال جلب التركيز والانتباه. منذ الاثنين كان هناك جمعية عامة فيها قادة العالم وتعاملنا وناقشنا العديد من القضايا، وكان هناك بعض الأوضاع الدقيقة حاليا في الشرق الأوسط وفي الخليج، وكذلك هناك مشكلات في إفريقيا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والعديد من القضايا الأخرى. لذلك الأمين العام للأمم المتحدة لديه العديد من القضايا للتعاطي معها. هذه لحظة لتعددية الأطراف وليصعد نجم تعددية الأطراف في الأمم المتحدة، وعلى الدول أن تجد حلولا مشتركة لقضايا دولية. هذا العمل الجماعي، العمل التعددي الذي أشرت إليه، هل نحن أقرب إلى عالم يعني يعتمد على العمل الجماعي، أم أننا نبتعد عن هذه المسألة خصوصا مع بروز تيارات شعبوية في عدد من الدول، تيارات يمينية؟ هل بدأنا نبتعد أكثر عن العمل الجماعي الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة في نهاية المطاف؟ نعم، بطبيعة الحال هناك قلق، وأعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة قال ذلك بوضوح في خطابه. علينا أن نضمن أن الناس يثقون بنا، يثقون بالأمم المتحدة ويثقون بقادتهم. رأينا ذلك الصعود في السنوات الأخيرة للشعبوية ولبعض الحركات الشعوبية، وهناك بعض البعد نوعا ما عن تعددية الأطراف، لكن إذا نظرنا إلى المشكلات الكبرى فهي التغير المناخي، الإرهاب، كذلك الأوبئة والأمراض، كيف نحل كل هذه المشكلات دون أن نجلب الناس معا؟ أعتقد أنه من المهم أن نجدد التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بأنظمة متعددة في العالم، وإنما جلب الدول مع بعضها، وهناك قادة يتحدثون عن آرائهم، لكن في نهاية المطاف يأتون إلى طاولة واحدة ويحاولون إيجاد أرضية مشتركة. دعنا ستيفان نتحول إلى بعض القضايا التي تهم منطقتنا تحديدا، منطقة الشرق الأوسط، الخليج. إيران ملف أساسي هذه السنة في هذه الدورة بسبب التوترات الموجودة في المنطقة، وخاصة بعد الاعتداءات الأخيرة على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المملكة العربية السعودية. أنا أدرك أن الأمم المتحدة أدانت، الأمين العام أدان هذه الهجمات، ولكن هل هذا هو سقف موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه المسألة؟ هناك خبراء تم إرسالهم من قبل الأمين العام. ضعنا في صورة كيف ينظر الأمين العام إلى ما جرى ومسؤولية ما جرى في المملكة العربية السعودية. الأمين العام قلق جدا بشأن الوضع في الخليج، وبالنسبة إلينا واضح أن الوضع قد يتأجج. حساب في الخطاءات، حساب واحد في الخطاءات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا أو إلى اندلاع حرب. بالنسبة للمنشآت النفطية وتعرضها لاستهداف، الأمين العام بعث بشكل سريع خبيرين، وذلك بتفويض من مجلس الأمن، ذهبوا إلى الرياض وذهب إلى موقع الهجمات ولم يعود إلى نيويورك بعدهم، يحللان ما تبقى من تلك الشظايا وسيبلغان الأمين العام، ونأمل أن يكون هناك أخبار قريبا. هل سيتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات بشكل علني؟ طبعا هو التقرير سيقدم إلى مجلس الأمن في نهاية المطاف، ولكن هل سيتم الإعلان عنه بشكل علني؟ هذا واحد. اثنين، هل سيتم تحديد المسؤولية إذا بالفعل أظهرت التحقيقات مسؤولية جهة معينة عن هذه الاعتداءات؟
نعم، النتائج سيعلن عنها، وهناك تفويض من مجلس الأمن بالإعلان عن كل التقارير، وهو سيفعل ذلك. ما سيجده المحققون، ما هي النتائج والاستخلاصات، لا يمكن أن يتكهن بذلك. أعرف أنهم يتقدمون بشكل سريع، رأينا الأدلة، والآن ننظر إلى التحقيق وأين سينتهي به المطاف. هل اليوم هذا التوتر الموجود في الخليج خاصة بين الولايات المتحدة وإيران هو أكثر مما كان عليه قبل الدورة الحالية للجمعية العامة؟ كان هناك يعني قبل فترة توقعات أو تكهنات بحدوث انفراجة ما بين الطرفين، لكن الهجمات على المملكة العربية السعودية بددت هذه الأمال. هل نحن الآن من وجهة نظر الأمم المتحدة أبعد عن هذه الانفراجة؟ هل التوتر أو مستوى التوتر زاد في هذا الموضوع؟ بطبيعة الحال كان هناك بعض التقارير، ونأمل أن يكون هناك شيء. نحن نؤمن بالحوار، ليس هناك حل عسكري لمشكلة كهذه، لكن نأمل أن نبني بعض الأشياء، نأمل أن ينفتح قادة الدول على الحوار. ومن المهم جدا أن كل الأطراف الآن لديهم أعصاب من فولاد، ولذلك لم ينجروا وراء تلك الاستفزازات. علينا أن نكون حذرين، لأنه قد يحدث هناك بعض الخطوات التي قد تؤدي إلى حروب، ونحن لا نريد الأمور أن تخرج عن السيطرة. هناك الكثير على المحك، ليس فقط للدول وإنما للمنطقة والعالم. رأينا أن استهداف منشآت النفط كان لها أثرا على الاقتصاد العالمي وعلى سوق النفط، لذلك مشكلة إقليمية قد تؤدي إلى مشكلة دولية. ملف آخر كان دائما في محور يعني مباحثات ومداولات الأمم المتحدة هو ملف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. هذه السنة يعني بالكاد سمعنا أي شيء عن هذا الموضوع، خاصة الرئيس الأمريكي الذي عادة يشير إلى هذه المسألة. هذا العام لم يتطرق إلى أي شيء، لا من قريب ولا من بعيد، ناهيك عن مسألة أو ما عدا مسألة التطبيع مع إسرائيل. هل المسار السلمي الذي رعته وتبنته الأمم المتحدة واعتمد على مرجعيات الأمم المتحدة أصبح اليوم ميتا، أصبح اليوم مجمدا؟ كيف يمكن إعادة إحياء هذا المسار الذي وضعت الأمم المتحدة مصداقيتها خلفه؟ الأمين العام عبر عن استيائه حيال الكثير من القضايا. نحن نرى بعض الخطوات أحادية الجانب، هناك بناء مستوطنات أكثر، ونرى أيضا بعض الهجمات ضد المدنيين وكذلك أعمال عنف ضد المدنيين. كل هذه الأشياء تجعل المسار معقدا أكثر. بالنسبة إلينا، ليس هناك خطة بديلة عن حل الدولتين، ونشعر بأن الإجراءات من كلا الجانبين تبعدنا عن هذا الحل. سنواصل العمل مع الأطراف المعنية من أجل دفعهم إلى محادثات مباشرة، ونعتقد أننا لسنا سذجا. نحن ننظر إلى العالم كما هو، ونحن مستاءون. أخيرا ستيفان، أيضا الأمين العام يعني قلق في بمسألة الفجوة بين الصين والولايات المتحدة. الفجوة ليس فقط من الناحية التجارية والعلاقات، ولكن الفجوة بين النظامين، بين أسلوبي الحياة. كيف يعني يريد الأمين العام أو المجتمع الدولي التعامل مع هذه المسألة؟ نعم، مخاوف الأمين العام هو رؤية انقسام وتشظي بين أكبر دولتين من حيث الاقتصاد في العالم، أي أن يكون هناك نوعين من الإنترنت، اقتصادين، نظام عملتين، وهذا سيبعدنا أكثر عن نظام عالمي منصف وفيه تجارة فيها قواعد وقوانين. إذا حدث هناك اقتصادان فإنهما سيجران العالم ويجران دولا إلى معسكرين، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى عالم بعيد عن السيادة والأشياء التي تحدث. أخيرا في 10 ثواني ستيفان، هل حالة العالم في 2019 أفضل أم أسوأ من حالة العالم في 2018؟ نحن نظل متفائلين دائما في الأمم المتحدة.
نحن متفائلون وأيضا نحن واقعيون. هناك بعض بوارق الأمل، هناك بعض المناقشات للسلام في مدغشقر وكذلك الكوت ديفوار، لذلك نرى بعض المواطن الإيجابية، وأعتقد أن هناك مشكلة في التغير المناخي، وهناك عدم التحرك مثلا في الخليج واليمن وفي سوريا، هناك بارقة أمل مع ذلك التأسيس للجنة الدستورية، وسيكون هناك إعلان عن أول اجتماع للجنة الدستورية قريبا، ونحن لن نتخلى عن الدبلوماسية، لن نتخلى عن محاولة جعل الأطراف تجلس إلى طاولة المفاوضات. شكرا جزيلا لك ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على وجودك معنا هذا العام أيضا، شكرا جزيلا لك.